هذا سائل يقول: هل الأحمدية يعتبرون كفار؟ نعم بلا شك، من اعتقد أنه يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي فهو كافر. نعم، الله جل وعلا يقول: وخاتم النبيين، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي، سيكون بعدي كذابون 30 كل يدعي أنه نبي، وأنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي. نعم.